فرقة الروك البريطانية دوران دوران أطلقت أول أغنية منفردة لها قبل ما يزيد عن 30 عاماً. واليوم يجتمع 4 أعضاء من الفرقة مرة جديدة لمناسبة ألبومهم 13 وهو بعنوان All You Need Is Now. حاولنا اختبار أنغام جديدة بهذا الألبوم. نود لقاء محبينا في مجال نعرفه مع منتجنا مارك رونسون، واخترنا موسيقى بوب اختبارية دانس سنتي. عنوان الألبوم All You Need Is Now رسالة بعدم الالتفات إلى الوراء والتركيز على الحاضر والمستقبل. إنها رسالة لمحبينا، والألبوم يحمل 30 عاما من تجربتنا. الأمر وكأنك تتسلق جبلا، إن نظرت إلى الأسفل ستشعر بالخوف. وفنياً، إن نظرت إلى ماضي مسيرتك فسيستحيل عليك الإبداع كون السنوات تستحوذ على دماغك. إذن يجب أن تنسى كل شيء وأن تفكر بالحاضر. الفرقة لاقت نجاحاً كبيراً في ثمانينيات القرن الماضي مع أغاني كريو، Hunger Like the Wolf، Notorious، and All You Need Is Now، متوفرة على iTunes. We had been talking to iTunes and they thought it would be a good idea. اتفقنا مع iTunes واقتراح أول أغنية بالمجان في هذه الفترة كانت جيدة كونها تعطي الجمهور فكرة شراء الألبوم. And to introduce them, reintroduce them to Duran Duran, and then after that hopefully some of them will want to hear the rest of the album, but they're going to have to buy that.